في يوم الانتخابات للكنيسة 24 ستقيم لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة مراكز خاصة للخاضعين للحجر الصحي. إذا كنتم ملزمين بالحجر الصحي في يوم الانتخابات ولا تشعرون بعوارض، فعليكم الالتزام بالمسؤولية الشخصية والأخلاقية والحضور إلى مقرات التصويت التي أقيمت خصيصاً لمن يخضع للحجر الصحي لا مكان آخر غيرها. ممنوع الوصول سيراً على الأقدام أو بالمواصلات العامة، وإنما بمركبة خصوصية أو بسفرية خاصة فقط. انتبهوا، يسمح لكم الخروج من المنزل لغاية التصويت فقط دون التوقف في أي محطة أخرى. في لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة نفعل كل ما في وسعنا من أجل أن تصوتوا بأمان. تعالوا للتصويت، الوصول آمن.